السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة نازلة لكم بوصفة جديدة. انا هعمل لكم النهاردة ماسك. الماسك ده بتاعي انا شخصيا، انا بستخدمه تقريبا من 20 سنة. ايه؟ اه والله بستخدمه من 20 سنة. الماسك ده الماسك الخاص بيا، انا بستخدمه على طول وما برتاحش الا فيه بصراحة. الماسك ده حلو جدا جدا، بينقي البشرة بأي هالات سودة، التجاعيد، الحاجات دي كلها بتختفي تماما مع كتر استقرارك. يعني تعمليها مثلا مرتين في الأسبوع هتغير لك حياتك تمام. تعال نسمي الله ونصلي على الرسول ونقول الوصفة بتاعتنا عبارة عن ايه، وحاجات كلها من بيتنا، مش هنجيب حاجة من بره. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كده طبق صغير زي ما انتم شايفين، ومعانا كوباية زبادي، ومعانا ليمون. هاخد نص الليمونة دي بس، ومعانا تاني مكونات تانية ايه هنتعرف عليها مع بعضنا. هناخد الأول كده نفتح الزبادي، سوا زبادي من اللي هو ده، سوا الزبادي البلدي، أي زبادي عندك تقدري تستخدميه. دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ كده نحط معلقتين من الزبادي أهو كده. الماسك ده يا جماعة ممتاز ممتاز ممتاز، جربوه وان شاء الله هيعجبكم جدا جدا. هنقلب كده معلقتين الزبادي. انا فعلا بستخدم الماسك ده يا جماعة من 20 سنة، ما برتاحش الا فيه بصراحة. يعني بصوا بيخلي بشرتي صافية كده ونضرة وجميلة جدا وفي منتهى الجمال، وبيفتح البشرة وبيخليها حلوة جدا. ولو اي مكان حبوب، سواد كده مكان حبوب او هالات سودا او اي حاجة، بيشيلها تماما. تعالوا كده احنا هناخد نص الليمونة ده، هنشيل بس منها البذر كده اهي. هناخد بس نصها كده حبيب قلبي اهي. لو انت بشرتك دهنية او حساسة وبتتحسس من الليمون، ممكن تقدري تستغني عن الليمون وتحطي معلقة صغيرة عسل ابيض. تمام كده، هنستبدل الليمون بالعسل الأبيض كده. قلنا معلقتين زبادي كبار حلوين كده مليانين، ونص ليمونة وهنحط معلقة نشا الذرة اللي هو كورن فلاور اهو، معلقة كده اهي. الماسك ده يا جماعة حلو جدا بجد، مش عايزة اقول لكم لو جربتوه يعني هتلغوا اي ماسك كنتوا بتعملوه قبل كده. نقلب كويس جدا كده عشان يندمج مع بعضه. السحر بتاعنا بقى اللي في الوصفة دي النهاردة بجد حاجة روعة، بتخلي البشرة كده في منتهى الجمال، تديها طراوة ونضارة وحلو جدا. هقول لكم اهو حبيب قلبي اللي معانا ده اهو، ثانية واحدة، معلقة من الردة. هنحط ايه؟ تقريبا معلقتين صغيرين، يعني معلقة كبيرة. ديت ردة العيش يا جماعة، ردة العيش البلدي اللي هو احنا بنجيبه من الافران ده. هنحط كده معلقتين اهو، ممتازة للبشرة بجد. الماسك ده يعني هيغير لك حياتك تمام. لو انت رايحه مشوار ولا حاجه وجالك مشوار على فجأة، ولا حصل عندك ظروف ولا اي حاجه، تقدري تعمليه وتحطيه تفرديه على وشك كده من 10 دقائق لربع ساعه وتغسلي وشك، هيخليك زي القمر اهو زي ما انتوا شايفين كده. شايفين السمك ده اللي احنا عايزينه زي ما انتوا شايفين كده اهو، بجد في منتهى الجمال حبايب قلبي. الوصفة دي لازم لازم تجربوها وتقولي لي رأيكم ايه في الوصفة الجميلة بتاعتي دي. الوصفة دي يا جماعة انا بجد بستخدمها من زمان قوي قوي قوي، يعني هي وصفتي المفضلة اللي دائما بستخدمها.
ما بغيرهاش بصراحة، لأن بجد أنا بحب الوصفة دي جدا جدا جدا. يعني لما أبص ألاقي بشرتي غمقت شوية كده بجري أعمل الوصفة دي، بتنور لي بشرتي كده وبتنعمها وبتخليها نضرة كده وبتلمع وشكلها جميل جدا جدا. وإن شاء الله هقول لكم كمان أنا إيه، بقفل المسام بتاع بعد ما أغسل وشي من الماسك ده، أنا بقفل المسام بإيه، بحاجة طبيعية من بيتنا برضو، ما بجيبش حاجة من بره. أنا كل اللي بستخدمه لبشرتي بستخدم حاجات طبيعية عشان ما تضرش بشرتي. تمام كده، تمام كده. تعالوا شوفوا بقى هنستخدمه ازاي على بشرتنا. طبعا هاخد كده اهو واحط كده كده وافرده بالشكل ده على البشرة كلها. طبعا هكون غاسله بشرتي الاول يا حبايب قلبي، اغسل بشرتي كويس جدا وانضفها كده وانشفها كويس جدا، وبعدين اخد الماسك احطه افرده بالشكل ده. لازم أن البشره تكون نظيفه عشان تستفادوا من الماسك ده. تمام اهو، باخد بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين وافرده كده على بشرتي. مش عايزه اقول لكم الماسك ده حكايه بجد اهو، بالشكل اللي انتم شايفينه ده اهو. هسيبه كده على بشرتي من 10 دقايق لربع ساعة. وعلى فكرة لو سبتيه اكتر من كده مفيش اي ضرر على البشرة، بيفتح لك البشرة وبيخليها جميلة جدا جدا جدا، لان فيه ليمون، والليمون ده بيساعد على التفتيح، والنشا كمان بيساعد على التفتيح بشكل حلو قوي، بجد ممتاز. والردة كمان بتدي لمعة ونضارة للوش، يعني بجد يعني مفيد بطريقة حلوة جدا. والزبادي بيطر البشرة كده ويديها طراوة ويخليها جميلة جدا. يعني كل الحاجات اللي فيه حاجات طبيعية ومفيدة جدا. فانتي يعني حاولي تعملي الماسك ده، حلو جدا لو انتي صبحة بكرة وراكي فرح، راحة فرح، راحة مشوار، مسافرة، بتطلعي الشغل كل يوم، لو حطيتيه هيغير لك حياتك. مش هتحتاجي الميك اب اساسا، ولا هتحط اي حاجة في وشك، لان وشك هيبقى ناضر لوحده وشكله جميل جدا وهيبقى منور كده، وهتبقي زي القمر بجد، هيغير لك حياتك. كده هنسيبه على ايدينا كده من 10 دقائق لربع ساعة، ولو عايزة تسيبيه اكتر من كده مفيش اي مشكلة، سيبيه ولا هيضرك في اي شيء. تمام، هسيبه كده ربع ساعة وهرجع معاكو تاني عشان نشوف المكان بتاعه ده عمل فيه ايه. بجد وصفة رهيبة رهيبة بجد. لو انت معايا لحد دلوقتي ما تبخليش عليا بلايك، لان اللايك اللي بيرفع الفيديو. تعالوا بقى نسيبه شوية كده ونرجع معاكم تاني. بص يا حبايب قلبي، انا تقريبا سايباه بقاله 10 دقايق تقريبا. انا هغسل ايدي بقى، وانت براحتك سيبيه على بشرتك زي ما انت عايزة، ان شاء الله تسيبيه حتى نص ساعة، ما بيعملوش اي ضرر خالص، وحلو جدا وبيفيد البشرة بشكل ممتاز. تمام، بعد ما تسيبيه نص ساعة على بشرتك زي ما تحبي تسيبيه، يعني من 10 دقايق لنص ساعة معاك، زي ما انت عايزة تسيبيه على بشرتك سيبيه، مفيش أي مشكلة ولا أي أضرار خالص. وبعد كده هيكون نشف معاكي، لو انت قاعدة تحت مروحة ولا حاجة هينشف معاكي بشكل دائري كده، وتيجي جاية ايه فرقاه كده من على بشرتك. وبعدين تغسلي بشرتك بمية عادية خالص من الحنفية، وبعدين هتجيبي ربع معلقة عسل أبيض وتدلكي بيها بشرتك كده عشان تقفلي المسام. وتسيبيها برضو العسل الابيض، تسيبيه على بشرتك من 5 دقايق ل 10 دقايق، وتفرجي بقى على نعومة بشرتك ونضارتها وجمالها وشكلك الروعة. بجد وصفة حلوة جدا، ما تفوتهاش، لازم أن تجربيها. ولو اي سؤال اي استفسار اكتبولي في الكومنتات وانا تحت امركم. ودلوقتي حبايب قلبي انا هقوم اغسل ايدي وارجع لكم تاني اوريكم مكان ما انا عملته، على وان انا ما سبتوش كتير، يعني كل اللي سبته 7 8 دقايق. فانا هقوم اغسلها وارجع اوريها لكم تاني. ودلوقتي حبايب قلبي انا غسلت ايدي اهي زي ما انتم شايفين، شايفين النضاره والنعومه، شايفين حبايب قلبي، انا ما سبتهاش غير 7 8 دقايق بس. بصوا المنظر، شايفين ايدي دي من دي، بصوا بصوا والله العظيم بصوا، بجد في فرق اهوت قدامكم وانتم شايفين بعينيكم اهو، نضاره ونعومه ولمعان وكل حاجه. انا هنشفها دلوقتي واقول لكم هتستخدموا العسل ازاي. هنجيب العسل بتاعنا كده، اي نوع عسل ابيض عندك تقدري تستخدميه اهو،
هتاخدي كده اهو، وتحطي كده على البشرة بتاعتك اهو اهو، وتقدري بقى تستخدمي ايه، ايدك تمام، بصباعك كده او بصباعينك كده اهو، وتدلكي بشرتك بالشكل اللي انت شايفاه معايا ده. انا مش عايزة اقولك كده، قفلنا المسام وادينا نضارة. العسل الابيض ده يا جماعة مفيد للبشرة بطريقة رهيبة، طريقة حلوة جدا جدا جدا. بصي هتدلك كده هوت، وهتسيبيه على بشرتك 10 دقايق او ربع ساعة، برضو مش بيضر البشرة خالص. لو فضل ساعة على وشك انا اقدر. انا بصي يا جماعة، انا بحط العسل الابيض ده ممكن احطه على بشرتي وانام بيه، افرش فوطة كده على المخدة بتاعتي وانام بيه، مفيش اي مشكلة، مفيد جدا للبشرة. وتغسلي بشرتك بقى وتفرجي على الجمال اللي انت فيه، وما تنسيش تكتبي لي كومنت حلو منك كده، وتقولي لي الوصفة عملت ايه معاكي. بجد وصفة ممتازة. تمام كده، ما جبناش اي حاجة من بره، وكل حاجة حاجتنا كلها طبيعية من بيتنا، ومفيش حاجة هتضر بشرتنا. ويا رب الوصفة بتاعتنا النهاردة تكون عجبت حضراتكم، وما تنسونيش بقى في اللايك وشيروا الفيديو ده على قد ما تقدروا عشان غيركم يستفاد. واسيبكم في رعاية الله وامنه، مع السلامة.